واحد من أشهر الأطباء في العالم، برغم ارتباط اسمه بالمشاهير إلا أنه طبيب ماهر لكل الناس. ارتبط بصداقة قوية مع الفنان الكبير فؤاد المهندس بعدما أجرى له جراحة دقيقة، وكذلك بعدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع. لكنه لا ينسى العملية الجراحية الدقيقة التي أجراها للفنان أحمد السقا بعد إصابته أثناء تصويره لفيلم الجزيرة. تأثر كثيرا بوفاة والدته الدكتورة سهام قداح، وكاد أن يعتزل الطب، لكنه سرعان ما استعاد نشاطه وخدماته للإنسانية والعلم. هو أهلاوي من طراز فريد، يعشق الرياضة ويدعو للروح الرياضية. وجه رسالة مهمة لدعم الأولمبياد الخاص المصري، ودعا كافة أطياف المجتمع لدعم متحدي الإعاقة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. نال تكريما كبيرا من الأولمبياد المصري الخاص. الدكتور حازم ياسين يتحدث في العديد من الملفات والقضايا بين العلم والرياضة ورسالته للجماهير وذكرياته مع الأهلي في حوار مختلف. الأهلي يحاور.